نظم المركز العربي الأفريقي للاستثمار والتطوير لقاء عمل مع رجال الأعمال الليبيين على هامش زيارة الوفد الليبي الرفيع المستوى إلى الجزائر. اللقاء نظم بمناسبته مأدبة عشاء بفندق شيراتون، أين تطرق إلى تفعيل الشراكة بين البلدين وسبل تعزيز التبادلات التجارية. التغطية كانت لي عبد الملك الكاك. يقدم لكم ما بوسعه لإعطائكم. لقاء هذا اليوم حفل العشاء ولقاءات ثنائية أردنا التركيز فيها بدقة على المنتجات الجزائرية ربما التي قد تكتسح سوق ليبيا وتجد مكانتها في السوق الليبية، فركزنا على كل المنتجات مثل المنتجات الطبية لأنه فيه اهتمام كبير من الجانب الليبي، المنتجات العطور ومواد التجميل وأيضا مواد البناء فيما تعلق السيراميك وكل ما تعلق بمواد البناء اسمنت حديد والمواد الأخرى. اليوم لاحظنا حقيقة أن السلطات المسؤولين الليبيين اللي زارونا عندهم استعداد كبير، عندهم رغبة باش الجزائريين يروحوا ليبيا ويساعدوهم في إعادة إعمار هذا البلد الشقيق. لابد من الذهاب لفتح الحدود، لابد من الذهاب لنقل البضائع بين الطرفين لكي يكون هناك مزيد من التبادل التجاري، لكي يكون هناك عمل في القطاع الخاص والعام والحركة أيضا فيما يخص المؤشرات اللي نحن حكينا عليهم بما فيهن أني أنا حنساهم في استقرار التجاري في كل البلدين. وكنا اختيارنا أو لبينا دعوة الجزائر كأول دعوة نقوم بها وكأول زيارة نقوم بها لأن لمعرفتنا أهمية كسوق جار لنا وما لدى الجزائر من إمكانيات نحن محتاجين لتوطيد العلاقات فيها، مجال الصناعة، مجال